بنات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. كتير طرق وأساليب اتبعتها منظمات المرأة لتوعية المرأة لحقوقها. اليوم رح نحكي عن أسلوب مميز وفريد اتبعته منظمة توليب لدعم المرأة والطفل يلي بتشتغل على دعم وتمكين بنات الشمس. ضمن فعالية سينما السلام والمواطنة وحملة كلنا مواطنون، عرضت منظمة توليب لدعم المرأة والطفل عدة أفلام سينمائية بتتناول وضع المرأة بوقت وظرف معينين مع طرح قضية من قضايا المرأة. لحقت هي العروض حوارات بتتعلق بموضوع الفيلم، والغرض من هي الفعالية عمل عصف ذهني للتفكير بواقع المرأة السورية من خلال المقارنة بينه وبين نساء أخريات من بلدان مختلفة عاشوا ظروف شبيهة بظروفها، وتمرير رسائل بتتعلق بنهضة المرأة السورية وضرورة تغيير الواقع يلي عم تعيشه. من الأفلام اللي انعرضت وتناقشت ضمن فعالية سينما الأفلام والمواطنة الفيلم الإيراني رجم ثريا للمخرج الإيراني سايروس نوراستي. الفيلم مأخوذ عن رواية رجم ثريا وهي قصة حقيقية بيحكي لنا فيها الصحفي الفرنسي الإيراني الأصل ريدون صاحب جام عن ثريا منوتشهري، السيدة الإيرانية المحكومة عليها بالرجم سنة 1986. العرض السينمائي لحقته جلسة نقاش لمضمون الفيلم ورسالة صناعه، ودار النقاش حول أوضاع النساء بالبلد اللي شهدت انقلاب على حكم الشاه وعن دور العادات والتقاليد اللي بتقيد المرأة بالمجتمع وبتعيق تطورها، والواقع اللي بتعيشه النساء والفتيات بظل القبضة الفولاذية للحكم اللاهوتي اللي بتغوي الرجال بتطبيق الأحكام الزجرية الدموية بحق النساء بذريعة تطبيق الأحكام ومو أقل جرائم قتل النساء. ومن خلال النقاش جرت المقاطعة بين واقع المرأة الإيرانية مثل ما صورها الفيلم وواقع المرأة السورية اللي ما بيقل سوء عنه بظل سيطرة الجماعات الجهادية على جزء من المجتمع السوري وتحكمها بسلوكه. أما الفيلم الثاني فهو الفيلم الكندي حرائق للمخرج دينيس فيلينوف يلي بيحكي عن التحديات اللي واجهتها المرأة اللبنانية خلال الحرب الأهلية، ولحق العرض كمان جلسة نقاش لمضمون الفيلم ورسالة صناعه، ودار النقاش حول أوضاع النساء بالبلاد اللي بتتناهشها النزاعات المسلحة وعن دور العادات والتقاليد بتقييد المرأة والواقع اللي بتعيشه النساء والفتيات بظل النزاعات المسلحة وكيف بيدفعوا الفاتورة الأكبر بهي الحروب وبيتجرعوا معاناة النزوح والتشرد والتعرض لكافة أشكال الإذلال والاعتداء. وكمان جرت المقاطعة بين واقع المرأة اللبنانية بظل حرب 15 سنة مثل ما صورها الفيلم وواقع المرأة السورية. وفعالية سينما السلام والمواطنة مستمعينا هي جزء من فعاليات كتيرة ومهمة تشتغل عليها منظمة توليب لدعم المرأة والطفل ليكونوا سند للمرأة السورية ويصنعوا منها بنت الشمس. بنات الشمس معي أنا أماني.